موجز الثالثة أهلا بكم في المستهل وبتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يشارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف الذي حل أمس بنيويورك يشارك في اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية. الاجتماع الذي تشارك فيه الجزائر باعتبارها العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن يندرج في إطار الجهود والمساعي الرامية إلى تكثيف الضغط من أجل الوصول الوصول الى اقرار وقف اطلاق النار في قطاع غزه، وردع العدوان الاسرائيلي، ورفع القيود التي يفرضها هذا الاخير على جهود الاغاثه الانسانيه. وعلى هامش الاشغال سيعقد وزير الشؤون الخارجيه والجاليه الوطنيه بالخارج لقاءات ثنائيه مع نظرائه من ممثلي الدول الاعضاء في مجلس الامن، وكذا مع عدد من ممثلي الدول العربيه الشقيقه. استقبل استقبل امس وزير الفلاحه والتنميه الريفيه يوسف شرفه رئيس الصندوق الدولي للتنميه الزراعيه الفارو لاريو الذي يقوم بزياره الى الجزائر في اطار برنامج عمل يهدف الى تعزيز التعاون ونقل الخبرات الزراعيه التي تساهم في تطوير المجال الفلاحي من اجل تحقيق الامن الغذائي. بغية الاطلاع على مختلف المشاريع الاستثمارية بولاية بازا وقف اليوم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون عند سيرورة الإنتاج بمصنع الصنابير الصحية بالقليعة والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى عشرة آلاف وحدة يوميا كما دشنا مصنعا متخصصا في إنتاج قطرات العيون بالمناسبة أكد عون أن ولاية تيبازا حققت قفزة نوعية في المجال الصناعي وذلك بفضل سياسة دعم المشاريع الاستثمارية و. رفع العراقيل. على هامش انعقاد اجتماع اللجنه الثنائيه المشتركه للحمايه المدنيه الجزائريه التونسيه التي تحتضنها مدينه طبرقة التونسيه والتي تاتي تعزيزا للتعاون الثنائي بين البلدين في المجال استقبل اليوم المدير العام للحمايه المدنيه العقيد بوعلام بغلاف بوغلاف او استقبل من قبل وزير الداخليه التونسي كمال الفقي. في فلسطين المحتله وفي اكبر حصيله يوميه لخسائره منذ بدء العدوان البري على غزه اعلن جيش الاحتلال عن مقتل 24 ضابطا وجنديا من عناصره استدرجوا الى مبنى ملغم جنوب القطاع نتيجه استهدافه بقذيفه ار بي جي من قبل المقاومه الفلسطينيه التالي الوالة آلة الموت والدمار الصهيونية تقصف بكل وحشية ودون سابق انذار منازل مأهولة بالسكان سقط خلالها العشرات بين شهيد وجريح في أنحاء متفرقة من قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة فيما استهدف الطيران الحربي الصهيوني خمسة مراكز إيواء تأوي نازحين فلسطينيين بخان يونس جنوب القطاع ليرتقي على إثرها أكثر من خمسين شهيدا وقرابة المئة جريح اغلبهم من النساء والاطفال من جهه اخرى نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حمله اقتحامات واسعه في عدد من مدن وبلدات الضفه الغربيه والقدس اندلعت على اثرها مواجهات ادت الى اصابه عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق واعتقال اخرين. في اخبار الرياضه وبرسم الجوله الثالثه والاخيره من الدور الاول يواجه المنتخب الوطني نظيره الموريتاني بملعب السلام ببواكي في مباراه تتابعونها مباشره على القناه الاولى للتلفزيون الجزائري في تمام التاسعه مساء هذا وكانت عناصر وتشكيلة الوطنيه قد اجرت امس اخر حصه تدريبيه بملعب الثانويه الكلاسيكيه ببواكي بمعنويات مرتفعه وتركيز كبير الحصه وقف فيها الطاقم الفني عند جاهزيه بعض اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في مباراة اليوم فضلا عن الجوانب الفنية والتكتيكية وضبط معالم التشكيلة الأساسية ختام الموجز إلى